صباح حبيباتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في لايف جديد مع نانو عليا. اليوم راح نعملو تكملة الدرس تاعنا اللي فات، أنواع ليمونج تاعنا. داكوغ، إن شاء الله اليوم راح نكملو أنواع ليمونج. قرينا دو خاتش ليمونج، خاتش الكم الحلزوني والكم الكلاش والكم الكوربيل. عملنا ترانسفورماسيون سوغ لا مونش دو باز، قرينا كمين فقط، وهو الكم المكشكش من الاعلى والكم المكشكش من الاسفل. لكن قبل ما نبدا وراح قبل ما نديرو ريفيزيون للدرس اللي فات، نتمنى انكم تتلموا كامل ان شاء الله. من المره اللي فاتت عملنا درس تاع الاكمام او التحويلات على الكم الاساسي باه نلقو لي مونش تاعنا. هذم قرينا المونش الاول، هو الكم المزمم من الاعلى، وقرينا الكم المزمم من الاسفل. داكوغ، اليوم راح نكمل الكم المزمم من الاعلى والاسفل والكم المزمم من اعلى الراس فقط. يعني اليوم راح نكملو لي ترانسفورماسيون سور لا مونش دو باز. نتمنى انكم تلتحقوا هنا. نعم، اللايف تاعي يبقاو مسجلين سواء في الجروب سواء على الباج تاعي حبيبتي. نتمنى انكم تلتحقوا باش نكملوا الدرس تاعنا في الوقت هذا. البنات راهي كاينه دوره، راح نديرو دوره فيها بروغرام بريفي. البروغرام هذا فيه اعاده لو كورساج دو باز، فيه لا مونش دو باز، فيه لو بانتالون دو باز، فيه لا جوب دو باز، وفيه كيفيه تفصيل الكاريكو، كيفيه تفصيل الجبه، كيفيه تفصيل القفطان. يعني ان بروغرام شارجي، لكن هذا راح يكون في دوره مدفوعه، يعني لازم تخلصوا قبل ما تدخلوا باش تقروا في الدوره هذه. يعني الدوره راح تكون دوره مدفوعه. الوغ اللي حابه تسجل حبيباتي تدخل على البريفي وتسجل، لان راح نديرو ما نكبروش لي جروب، راح نديرو جروب شهر بشهر. لكن المده هذه تاعي اللي راح ندير فيها الدوره راح تكون مده طويله، مده شهر. الناس كامل اداني سمانه 10 ايام 15 يوم، لكن انا شايفه سمانه و10 ايام و15 يوم، ميم حتى شهر مش راح تكمل انك تعرفي كلش، لكن انا راح نديرها مده شهر. داكوغ، وراح نحاول لو ماكسيموم اني ندير لكم لو ماكسيموم تاع البروغرام تاعنا. راح يكون بروغرام تيوري وبراتيك. معناها تيوري وبراتيك، معناها نديرو لو كور تيوري نظري وبعد نديرو نطبقوه ديريكتومون باش تشوفوا تفهموا ديريكتومون. نتمنى اللي حابه تسجل تدخل على الخاص عندي، باسكو راح تخلي نون برينون ونيميرو تليفون، وراح تخلي تاريخ الازدياد تاعها. والتفاصيل ان شاء الله تاع البروغرام راح تكون في اعلان، ممكن غدوه بعد غدوه نديروه حتى نكملوا الجروب. ممكن غدوه ولا بعد غدوه نديروا الاعلان هذاك، عليه ما حبيتش دوك قادره نهبطو اليوم، بصح لا قلت لا يخلي غدوه ولا بعد غدوه حتى نشوف الناس راح تتعمل في الجروب كامل. بون لو بري، بالنسبه للبري الناس قاعده تهبط في البري اللي راح نحطو هنا لمده شهر، راح تهبط فيه في 10 ايام وفي اسبوع. داكوغ، لكن انتم بروفيتو، راح تدفعوا نفس الثمن اللي كنتوا راح تدفعوه الاسبوع ولا العشرة ايام، راح تدفعوه لشهر، وراح تتحصلوا على لو ماكسيموم من التعليم. وهاكم شفتوا طريقتي في التعليم، يعني الحمد لله ناس كامل هاي تفهم، وناس كامل وبطريقه اكاديميه تعليميه، مش قاعدين زي ما قاعدين يهب. المهم الدوره هذه راح نبداها خلال الاسبوع الجاي هذا، التسجيلات يعنيها راي في الاسبوع هذا، والخلاص في الاسبوع هذا، والملفات في الاسبوع هذا. الوغ اي وحده حابه تسجل تتصل بالخاص باش نتفاهموا على كل شيء. البروغرام اللي راح يكون ان بروغرام شارجي، نص تيوري ونص براتيك، وراح نقول لكم كيفاه راح نعودوا نقرو ان شاء الله. راح نبداو ديريكتومون، راح نبداو ديريكتومون دركا الكور تاعنا.
المرة عفوا يوم الخميس جو بونس عملت لكم لي ترانسفورماسيون سور لو كورساج دو باز داكار جو ميكسكوز البنات دقيقة بركة أميلة أنا فصلت هذه المياه صحيح فصلتها وبر كملتها وعندي ذيك الخمسين يا رب نكملوهم هذوما اليوم خليني نعمل درش كي نكمل درش هذاك ناقص هذاك الخمسين كلها على الأقل نجبد من هنا ونبدو نخدمو الآخرين ارتاحوا شوية انتوا مش نرتاحوا راح رايحين مش دخلنا فيه هاي مرة نروح وخلي المفيدة تفهم من بعد خلاص نجي نخدم كثير هاي هاي وفي ده مش تيش تميس وش لحد شعري وش قول الحالة الحوانيت فرغوا ما تمشي قول لحد ما ما خلص صور ما كاينش حتى والله صور ما كاينش ولا يسكن المغرب ولا ما كاينش بون جو ميكسكوز البنات بون اليوم الخميس عملت لكم لي ترانسفورماسيون سور لا مونش دو باز الوغ ترانسفورماسيون حابة نبين لكم باللي يا جماعة كي تجي ديرو ترانسفورماسيون راك ما ديروهاش من لسانكم ريتا ريتا ما ريتا حبيبتي ميرسي ربي يعيشك ربي يخليك حبيبتي بون لي ترانسفورماسيون تكون يعني على اي اساس راح تكون عندك بروميرمون راح تكون عندك لا مونش دو باز اللي قريتها لك لا مونش هذه اللي دي لا سوكسي كبير كبير لانها هذه هي لا مونش صحيحه وهذه هي لا ميثود دو ترافاي صحيحه هذه في 24 اور يعني لاقت رواج كبير جدا يعني ياسر ياسر اكثر من 20,000 مشاهد في 24 ساعه بون لا مونش هذه سي لا باز تتحفظ حبيتكم تحفظوها لا ميثود دو ترافاي تاع لا مونش دو باز تتحفظ ا بارتير دو لا مونش دو باز راح تعمل لي ترانسفورماسيون سور لا مونش دو باز واش معناها لي ترانسفورماسيون هي التحويلات على الكم الاساسي للحصول على انواع اخرى من الاكمام داكار عملت لكم المره اللي فاتت قلت لكم واش نسحقوا نسحقوا لا تيت دو لا مونش ونسحقو تهبطي هنا ب 15 سنتيمتر ولا 12 سنتيمتر وتعملي لي ان دومي مانش باسكو ترانسفورماسيون راح تكون هنا ان دومي مانش بون عندي متتبعه وفيه ايضا قالت لي استاذه انا نحب ندير لا مانش كيما عملت لكم لا مانش مزممه من الاعلى قالت لي استاذه انا نحبها نديرها مانش لا ومام طون نديرها مزممه بيان سور تجي حبيبتي في الشتا نديرو جبوب تاعنا نديرو لي فيس نديرو لي شوميزي تكون مانش لا وتكون مزممه من الاعلى وعندنا مونشلون وتكون مزممه من الاسفل يا سوا تحكمها بلاستيك سوا تحكمها بلغابه تاعها داكا معناها تقدر تعملي اون مونشلون افيك دي فرانس سوا كانت او نيفو دو لا تيت سوا كانت او نيفو دو لا با لو با تاع لا مونش تاعك يعني ما عندناش مشكله لكن نحنا في ترانسفورماسيون ركزوا على دومي مونش عليه باش نبينوا ترانسفورماسيون تكون لينا اسهل بدينا في لو ترانسفورماسيون على او ترانسفورماسيون عملناها سي بون هزينا الدومي مونش تاعنا ها هيا داكوغ هذا هو الدومي مونش تاعك تقصيه بالشكل هذا ها هو بون او ترانسفورماسيون عملناها عملنا باش نديرو الكم المزمم من الاعلى واش سحقينا في الكم المزمم من الاعلى سحقينا لا مونش تاعنا داكوغ لا مونش دو باز ها هيا حطيناها وجينا تراسينا فوق منها ولا لا ها هو لو تراساج راكم مبينه لكم وجينا تراسينا فوق منها بالطريقه هي هذا تذكير للناس اللي ما حضرتش الدرس اللي فات فقط ها هاي هذه هي لا مونش دو باز تاعي سي بون ها هاي لي بنوار هي لا مونش دو باز تاعي بون بعد شو عملنا عملنا لا مونش دو باز تاعنا هذه قسمناها الى 6 قطع متساويه بواسطه او من خلال خمسه خطوط اول خط هو خط المنتصف تاعنا لو ميليو دو لا مونش يعني لا ليني دووات تاع لا مونش تاعك اللي تبين لك لو دوفون مدو تجي وتتراسيها داكوغ اللي هو هذا لبقى لك ليسباس هذا اللي منا تقسميه سور 3 بجوج مستقيمات وجزء تاع الظهر تقسميه بجوج مستقيمات تتحصلي على 6 قطع 1 2 3 4 5 6 6 قطع هذه هي اللي راح نديروا بها ترانسفورماسيون باش تعطينا لي فرونس ولا لا مونش نحولوا بها لا مونش تاعنا بون انا سي بون قصيت القطع تاعي ها هاي هاكم قاعدين تشوفوا فيه ها هاي داكا
بون انا تحطها لهنا على مونش تاعي كيما كانت وتبدي تحلي فيه داكور. واش شرطت عليكم؟ الشرط اللي شرطته عليكم هو بسيط جدا، قلت لكم يجب ان تكون الزيادات متساوية. بون ريغارد بيان لي في ها هاو شتو تراساج افيك لو فير، هذوك هما لي زيسباس لي قاعدين نزيدو فيهم. بون واش شرطت عليكم انا؟ كي تحبوا ديروا لا مونش تكون مزممه من الاعلى، لا مونش بالون لكن تكون مزممه من الاعلى فقط، من هنا تكون تبقى نفس لو تراسا يعني نفس القيمه تاع يدك تاع ذراعك تبقى من هنا، ما تحبيهاش انت فرونسي من هنا، تحبها فرونسي او نيفو دو لا تيت دو لا مونش داكور. راح تهزي لا مونش تاعك وتقسميها. بون وعندك زيادات، هاو الزياده رقم واحد، الزياده رقم اثنين، الزياده رقم ثلاثه، الزياده رقم اربعه، الزياده رقم خمسة وزيادة رقم ستة. عدد الزيادات هو نفس عدد القطاع تاع لا مونش تاعك اللي قصيتيها. بون لو ترانسفورماسيون شوفوا كيفاه راح تولي، من كان تلنا لهنا القطعة المستقيمة ا بي ها هي مستقيمة شوفوا فيها بنوار، شوفوا البنات كيفاه تحولت وولت لينا بالشكل هذا، ها هي ا والبي. بون الجانب تاع لا مونش من كان ا فتحة ها هو هاو نتحول البنات ولا لينا ا فتحة لهنا داكور. هاو تاع الكوتي الاخر من كان عندنا بي بي فتحه، هاو نتحول بي بي فتحه تاعنا. اخذوا دركا اخذوا بيان لا تي تاع لا مونش، هو لا تي تاع لا مونش تاعي الاولى اللي هي كانت لا باز داكور، هاو من بي فتحه لا فتحه. ريغارد بيان وين تحول، ا فتحتين ا فتحه نزلت لهنا ولت ا فتحتين، وبي فتحه نزلت هنا وولت فتحتين. الوغ لا مونش الجديده تاعي اللي هي الكم المزمم من الاعلى او الشكل تاعو اللي بالفيغ هذا، جيسبر بيان راكم قاعدين تشوفوا فيه باسكو المره فاتت شويه ليماج ما كانتش واضحه داكور. هذا النوع الاول، الشكل الاول قلت لكم الكم المزمم من الاعلى. راح نروحوا فيتمون ونديروا تذكره للا مونش الثانيه. لا مونش الثانية تاعنا هي الكم المزمم من الأعلى عفوا من الأسفل، لا تيت القياس تاع لا تيت دو لا مونش يبقى كيما راه ما يتغيرش، وين راح يكون التغير؟ تقولوا لي يا أستاذة راح يكون التغير في لو با دو لا مونش تاعي، يعني هنا ما عندناش تزميمات، التزميم راح يكون هنا، سواء نديروه بليزاستيك سواء نديروه بلو غابا تلمي تلمي لي بانس ولي فرونس تاع عفوا مش سون با دي بانس، سي سون دي فرونس وبيان كي تحبي ديريهم دي بلي سون با دي بانس. الوغ تحكميهم هنا بلاستيك ولا تحكميهم افيك ان غابا وتبدي تلمي فيهم حتى ترجعي لا مونش تاعك كيما كان. بون طريقة صنع أو تحويل لا مونش هذه وشي هاي. بون جي لا مونش دو باز تاعي كوم دابيتود، راح تجي هنا وتحطيها داكور، ها هي لا مونش دو باز تاعي، ديما رانا نخدمو بلا مونش دو باز، ما تقدريش تحولي ولا تجيلي ترانسفورماسيون هكاكا من راسك داكور. راح نجو هنا ونديرو لو تراساج تاع لا مونش دو باز تاعي، ها هاي راح نديرها فيتمون بالمسطرة. ها هو هذوما سون لي كوتي، هذا سي لو با تاع لا مونش، خي قلنا سي مونش دومي مونش داكور. سي بون اذا، وهذه سي لا تيت، هذه سي لا تيت عفوا سي لا تيت دو لا مونش. هكا تكوني لازم تتراسي لا مونش دو باز هي الاولى قبل ما تجري عليها ترانسفورماسيون. روزا روزا حبيبتي اهلا وسهلا بيكي، انت ايضا متالقه حبيبتي، حسن الاخلاق ايضا تالق باش يكون في بالكم يا حبيبتي، وان شاء ما شاء الله على متتبعيتي، يعني حسن الاخلاق هو ايضا تالق، وانا الحمد لله متتبعيتي كامل متالقات ومتخلقات. بون بعد ما نرسمو لو كورساج دو باز دو لا مونش، ها هو بنوار، راح تحطي لا مونش تاعك، لكن هنا لا ديفيرونس اونتر لا مونش تكون فرونسي من لا تيت ولا مونش تكون فرونسي من لو با تاعها، ان لا مونش تكون فرونسي في لا تيت تقصي لها من فوق من لا تيت، لكن لا مونش اللي تكون فرونسي من لو با نقصو من لو با، هي ثاني راح تجي لو ميليو تاع لا مونش اللي هو هذا ها هو، تقسمها اون دو. ومن بعد لو بارتي اللي بقالك تقسميه اون 3 كيما عملناها هما لي 3 مورسو 1
2, 3 et 4 et 5 et 6. Le 6 morceau de terre, il regarde bien que va être le شكل تاعها. D'accord? هكا تحصلنا على manche تاعك. دونك راح تجي تبلاسي la manche تاعك هاي. D'accord? تبلاصها في بلاصتها. Le milieu تاع la manche, le wasat تاع la manche ما يتحركش هاو. باش نبين ليكم برك. Le wasat تاع la manche ما يتحركش, راح نشوفوا واش راح يتحرك. Bon, راح نجي وهنا ثاني شرط عليكم شرط انه les espaces عفوا انه les espaces تاعنا يكونوا حبيباتي انهم لي زيسباس تاعنا يكونوا متساويين ايضا. يعني كي نزيد انا 3 دوا هنا لازم نزيد 3 دوا في لي كوتي كامل في لي زيسباس كل. بون فيكسيت لا تيت تاعي ها هاي, راح نجي دركا ونبدا نحل. بون حليت القطعه الاولى والثانيه الثالثه الرابعه. الرابعه واش معناها؟ حليت منها 3 دوا ومنها 3 دوا, يعني دو زيسباس مع بعضها. ها هو لو ميليو تاعها. داكور الخامسة والسادسة. رغارد البنات كيف ما تحولت لا مانش تاعنا ولا الشكل تاعها. شوفوا حجمها قد ما ولا. هذه هي لا مانش تكون مو كشكشة وبيان اون مانش فرونسي او نيفو دو با دو لا مانش, يعني تكون من اسفل الكم هي المكشكشة, واللي عملناها قبيلة تكون من اعلى الكم هي المكشكشة. وهذوما لي مونش راهم خارجين بقوه, يعني سي لا مود دركا, ما عادتش لا مونش كيما بكري تاع لو بودي ولا سيتو في لي شوميزيي وفي لي روب وفي لي فيس, هذوما اللي خارجين دركا. داكور بون راح نحو نجو نحو لا مونش تاعنا. سي بون هذايا اللي استعملناها حطها ابا ونشوفو لي زيسباس تاعنا. هاهوما لي زيسباس تاعي 1 2 3 4 6. يعني دائما يكون عدد الزيادات هو نفس عدد القطع التاعي. وبالطريقه هذه راح نشوفوا درك هنا عندنا ا هنا عندنا بي. ا بي هو اسفل الكم تاعي. ركارد البنات ها هي القطعه هذه ا بي هي القطعه اسفل الكم تاعي. شوفوا درك ال ا وال بي وين راحت. ال ا ها هي ا فتحه والبي ها هي بي فتحه. ها هي البي. بون شوفوا لاسباس تاعي قد ما زيد. شوفوا الشكل كيفاه كان, شوفوا الشكل كيفاه ولا. داكور ال ا فتحه هذيا ها هي وين طلعت ولت ا فتحه لهنا. البي بي فتحه ها هي وين طلعت ولت بي بي فتحه. هاو الشكل تاعها. ركارد بيان البنات هاو الشكل تاعها. داكور راح نروحوا لاتيت. لاتيت تاعي ها هو ا بي. بون هذا هو لاتيت تاعي. الميليو بقى نفسه ها هي نفس الميليو ما يتبدلش ليا. الميليو ها هو بالاكس ها هو نفسه في اللكح في الاخضر. لكن الا هاي وين راحت؟ راحت لي لهنا. وهاي البي هاي وين راحت؟ راحت لي لهنا. والليلي لاتيت تاعي او كيفاه تحل, لكن المسافه تاعو او القيمه تاعو هي نفسها القيمه تاع لاتيت لكح. بون هذوما لي ترانسفورماسيون اللي قريناها بالسمانه اللي فاتت. عملت لكم شويه مراجعه اللي ما حضروش الدرس. درك راح ندخلوا الى الدرس الجديد تاعنا وهو الكم المزمم من الاعلى والاسفل. داكور هكا نكونوا عملنا لي دو مونش. درك راح نهزو راح نديروا الكم المزمم من الاعلى والمزمم من الاسفل. واش نسحقوا البنات؟ كوم توجور نسحقوا لا مانش دو مي مانش تاعي كيما عودتكم. ها هي هذه اللي راح نديروا عليها ترانسفورماسيون. ها هي بون راح تجي هنا في الوسط, تخلي لي زيسباس تاعك تخليهم وتجي هنا وتتراسي لا مانش تاعك. علاه نتراسو لا مونش يا جماعه؟ نورمالمون تقولوا لي استاذه علاه نتراسها واش راح نديروا؟ راح تراسها باش تشوفي لا ديفيرونس يعني بين لا مونش دو باس تاعك وترانسفورماسيون جديده الحجم كيفاه راح يكون. يعني من هنا باش تلاحظي التحويل اللي قاعده ديري فيه كيف ما. بون هذه هي سي لا مونش دو باس تاعي. داكور هذه هي اللي بالنوار. ها هي وهذه اوبليجي انك تحطي لا مونش دو باز. يعني ماشي من تقولوا نو استاذه معليش. نو ماشي معليش لازمه.
إذن دوكا راح نتراسو لا تيت دو لا مانش، عفوا لو ميليو دو لا مانش، لا تيت ساهي. إذن هذا هو لو ميليو سون كوتور تاعي، وسط الكم تاعي. هنا عندي دوفون وهنا عندي لو دو تاعي، داكا. بون اخزروا بيان البنات، بعد ما حطينا هذا واش راح نديرو؟ دوكا راح نجيو نديرو لو تراساج على الكم تاعي. نحكمو لو ميليو تاعو، ها هو تحكمي لو ميليو طرس من الميليو تاعك، ها داكا، هذا هو وسط تاعي. بون راح نجيو نديرو لي زيسباس تاعنا كيما تعودنا. عندي 18 معناها 6 دوز، عندي 18 معناها 6 دوز. بون نطلعو دركا وترسمو الخطوط تاعكم كيما مولفين. هذا القطعة رقم 1، هذه القطعة رقم 2، هذه القطعة رقم 3، هذه القطعة رقم 4، هذه القطعة رقم 5، هذه القطعة رقم 6. داكا، إذا قمنا برسم لامونش تاعنا كيما مالفين. دركا راح نشوفو لا ديفيرونس ما بينها، هذوما تاع لا تيت اللي كانت مكشكشة من الأعلى قصيناها من الأعلى، اللي كانت مكشكشة من الأسفل قصيناها من الأسفل. دركا راح نشوفو اللي مكشكشة من الأعلى والأسفل كيف راح نقطعها. راح تجي تهزي المقص تاعك ونبدأ على بركة الله. إذا هذيا قصيها كومبليتمون بالشكل هذا، تحصلي على 6 قطع تاعك، كل قطعة وحدها. هنا ما تخليش لا من لاصقه لا من الفوق لا من التحت، تقصيه من القطع تاعهم كل قطعه وحدها هكاغ بالطريقه هذه هكاغ. دركا راح نبدو نخدمو لي ترانسفورماسيون تاعنا كيفاه راح يكون شكلها. بون راح نجي انا هنا بتخوا دوا تاعي ومن بعد هذه على هذه ثلاثه بالطريقه هذه، ثلاثه منا وثلاثه منا ونتراسي. هذا لسباس الجديد تاعي، هذا لسباس الجديد تاعي هكا. اذا عندي 1 عندي 2. بون تكسي هذا هنا وتجي لهنا وزيدي تبعدي هذه على هذه بالقيمه هذه هكا. هاي هذا لسباس الجديد تاعك اللي تبعدي به القيمه. اذا عندي هنا 3، اذا راح تزيدي تجي هنا وتباعدي بثلاثة اصابع اللي هي 6 سنتيمتر، لا فالور تاع 3 دوا سي 6 سنتيمتر. اذا عندك القيمه هذه هي اللي زدتها رقم 4. بنيت هنا في لامونش هذيا تحافظي على لو با، يعني يكون قاعده تاعك تكون مستقيمه داكور، ما تحاوليش انك الشكل تاعها يتحول، نو تبقى مستقيمه في لو با داكوغ. اذا هنا بقات لينا قطعه واحده فقط، اذا راح نزيدو نجو هنا ونحلوها بثلاثه اصابع بالشكل هذا وتحلي، ها هي القيمه رقم 5 داكوغ. وهنا تجي تتراسي اخر قيمه لانك سي بون كملتي لا مونش تاعك. اذا نروحو دركا نزيدو نديرو القطعه الاخيره، عندنا ثلاثه اصابع لهنا داكوغ، عندك عندنا ثلاثة أصابع لهنا ونرسمو القيمة الأخيرة اللي هي رقم 6. إذا هنا نكونو رسمنا لامونش تاعنا اللي هي التحويل الجديد تاعنا. بون راح تجي هنا وتتراسي لامونش تاعك، تهزي المسطرة تاعك بالطريقة هذه، وديما لاتيت تاع لامونش هاهو تاعك، تهزي المسطرة تاعك وتبدي تتراسي في لامونش الجديدة تاعك داكوغ. راح تشوفوا شكل لامونش الجديدة كيفاه راح يتحول كومبليتمون ويصبح كبير وواسع من الفوق ومن تحت. بون هنا ترسمي الكوتي تاعك، ها هو
وتجي هنا وتديري ترانسفورماسيون على او ترسمي لا مونش تاعك بكل سلاسه. جماعه التحويلات لا كوب اون جينيرال تحب واحد يكون خاطره كبير داكور، باسكو تحويلات وحسابات وسي با لازم يكون خاطرك كبير. بون اذا بعد ما عملنا الشكل هذا انتبهوا منيح، هاي الاشكال تاعنا 1 2 3 4 5 6 عندنا لي سباس جديده راح نديرها لكم اون فير. ها هي عندنا 1 عندنا 2 عندنا 3 اي 4 اي 5 اي 6 داكور. هكا نكونو كملنا الترانسفورماسيون تاعنا. هذا هو شكل الكم المزمم من الاعلى ومن الاسفل. دركا راح نحو الزيادات هذه كامل، راح نحاها داكور، مش الزيادات عفوا، القطع هذه راح نحاها. شوفوا القطع تاع الكم المزمم من الاعلى والاسفل كيفاش تكون، كل قطعه وحدها ما كاينش قطع ملاصقه في بعضها، تنحى ونرجعوا للكم تاعنا باش نشوفوا شكله كيف راح يكون. راح نرسموه بالفيغ الكم الجديد تاعنا الكبير داكور. ها هاو هذا سي لو ميليو تاع لا مانش، سواء كانت لا مانش صغيره ولا لا مانش عملنا لها ترانسفورماسيون داكور. اذا هذا الجانب تاع لا مانش، هذا سي لا تيت دو لا مانش جديده، هاي بالفير لا مانش لي بالفير يا البنات، لا مانش لي بالفير هذه، هذه هي لا مانش جديده تاعي. ولا مانش لي بالنوار هذه، هذه هي لا مانش دو باز تاعي. البنات اللي مش فاهمه حاجه تبوزي كيستيون ولا تستفسر. وهنا قلنا ديما سي لا تيت لو ميليو ولا تيت ديما يكون لا بون. البنات رغاد بيان كيف تحاولت ليا لا مونش صغيره هذه، ها هاي القطعه المستقيمه هذه ا بي اي ون ولت الاول بي ولت الاهنا عفوا ولت الاهنا، ها هي ولت الاهنا في هذه والبي ولت هنا داكا. يعني شوفوا القطعه واش تحاولت، تحاولت من القطعه هذه الى القطعه هذه داكا، ها هاي تحاولت من القطعة هذه إلى القطعة هذه. راح نشوفو دركا بي بي فتحة أو راح يتحول من بي بي فتحة لهنا، و أ أ فتحة راح يتحول لهنا، من أ أ فتحة راح يولي في البي بي فتحة تاعي اللي هو هذا. شوفوا وين كان، شوفوا وين ولا، شوفوا ليسباس داكو. بون لاتيت تاعي ها هي لاتيت هذي صغيرونة، ها هاي ها هاي لاتيت تاعي، لاتيت هذي صغيرة يكون شكلها هذا. ها هاو ريغارد بيان وين تحولت كيفاه ولا الشكل تاعها. هذا شكل رقم ثلاثة، وعنوان الكم او اسم الكم هو الكم المزمم من الاعلى والاسفل داكوغ. عملنا الكم المزمم من الاعلى، الكم المزمم من الاسفل، وهذا اسمه الكم الاعلى المزمم من الاعلى والاسفل. خلينا الكم دركا راح نشوفوه، وهو من اجمل الاكمام خد خرجت لاموند تاعو سيرتو في الطول خدمو به ياسر لاباس لو شوميزي، وهو الكم اللي يكون مكشكش من الاعلى فقط. اش معناها من الاعلى فقط؟ معناها الكشكشات تاعو حبيباتي ما تكونش داير سير على راس الكم، جي او نيفو دو لا دو لا تيت دو لا مونش من فوق في اعلى راس الكم، اعلى احفظوا كلمه اعلى، اعلى راس الكم. راح نشوفوا هذه لا مونش، هي تعتبر من اجمل لا مونش اللي قريناهم واللي تعرفنا عليها. بون هذه لا مونش كيف راح يكون الشكل تاعها؟ راح تجي انت لهنا دائما وابدا، هزي لا مونش دو باز تاعك بالطريقه هذه. حبيبتي مش فاهمه حاجه تقولي مش ني فاهمه داكا، باسكو يعني كيما قلت لكم الدروس راهي لا تعاد. با راح تجي هنا وتتراسي لا مونش دو باز تاعك، هايا
هذه هي حاجه اساسيه لو تخساج تاع لا باز راهي حاجه اساسيه لو حتى في لو كورساج دو باز كي تجيب جدي دي ترانسفورماسيون ولا دي كوب سور لو كورساج دو باز لازم تتراسي لو كورساج دو باز اولا وبعد تجي لي ترانسفورماسيون اللي تحبيها لانك انت راح ديري لو ترانسفورماسيون سور لو كورساج دو باز مش راح ديري ترانسفورماسيون من راسك راح تجيبي شكل من راسك وديري هنا عندك انت الشكل اللي هو لا باز اللي عندك وهي فوق منها تعملي التحويلات تاعك غير هكا يقول لك راهو حاجه هكا ولا هكا قول له قالت لك استاذه نانو ارجع تعلم اقرا باسكو راك مش قاري تو كور ما نحكمو ديما لو ميليو ها هو لو ميليو تاعي سون كوتور هذا سي لو دوفون وهذا سي لو دو تاعي داكوغ هاكا عملنا لو تخاساج مازلنا ما درنا والو انا درنا غير لو تخاساج تاع لا مونش تاعي ها هاو بون لا مونش هذيا هاو الشكل تاعها كيفاه راح يكون هذا هو لاباز تاعي يا اخي هذا هاو حكمنا لو ميليو تاعي ها هاو جون تراسوه لهنا ها هاو هذا الدوفون وهذا الدو برك واش راح نديرو الكشكشات اللي راح تكون عندي لازم تكون هنا في الطول انا سوا ديزون راح نزيد القيمه هذه 15 سنتيمتر 15 سنتيمتر 10 5 0 راح نزيد اين القيمه هذه تاع 15 سنتيمتر باسكو قلنا راح تكون عندنا كشكشه في راس الكم اعلى راس الكم مش في راس الكم في اعلى راس الكم يعني اين نسحق الكم تاعي مش يا عراض يا طوال داكور عليه هذه لا مونش اللي تعمل لها الكشكشه تتقلب وحدها تعطيك غير لا تيت تاعها برك يكون مغونفلي كيما هكا والكشكشه تكون مدرقه ما تبانش داكور راح نشوفوا دركا كيفاه راح نديرو راح تجي هنا وتهزي 9 سنتيمتر 3 6 9 وتجي هنا وتتراسي 2 3 بون هزيت هنا 3 هنا 3 هنا 3 وقسمت هذا الاسباس اللي طوله هذا كامل 9 سنتيمتر على 3 بون لي بون حبيباتي حابه ان نقول لكم باللي هذه القيم متغيره انتي والحجم تاع لا مونش اللي حبتها حابه تزيدي اكثر من هكا تكون اعلى من هكا تزيدي تحب تعرضها اكثر من هكا تزيدي لكن بالنسبه للقصات تكون 3 قصات راح نجي انا هنا وتهزي لو سيزو تاعك وتقصي داكوغ قصينا القصه الاولى قصينا القصة الثالثة قصينا القصة الرابعة إذا تحصلنا على القطع هذه في 3 وهذه القطعة الكبيرة القطعة الكبيرة ترجعها تحطها في بلاصتها كيما كان هذه الثانية تحطيها لهنا وهذه تحطيها لهنا وهذه تحطيها لهنا داكوغ عفوا هذه تحطها لهنا تاعي هاولو تخساج تاعي داكوغ زيادة تاعي هنا وين هاي هاهي زيادة تاعي 1 2 و 3 داكوغ هذه هي زيادة تاعي انا وزدت زدت لو بارتي هذا عفوا زدت لو بارتي هذا زدت لو بارتي هذا وزدت لو بارتي هذا اذا هذه هي زياده التاي بعد ما تتراسي راح تنحي لا مونش تاعك وبالمسطره تاعك راح تحاولي ترجعي ترسمي لا مونش تاعك كيما كان اللي راح يولي الشكل تاعها بالشكل هذا عفوا فتش على راح يولي الشكل تاعها بالشكل هذا داكوغ ولي الشكل تاعها بالشكل هذا
اذا راح تحول لامونش تاعك للشكل هذا. راح نعملوها بالفير باش توضح لكم اكثر. با لي بالفير هي لامونش جديده تاعي. ها هاي انتبهوا منيح، لي بالفير هي لامونش جديده تاعي. هذه لامونش راح تكون هنا، هذا الباقي كله هذا هو الكشكشات تاعي اللي راح تكون في لاتيت، راح تكون هنا مسافه 4 اصبع منا ومسافه 4 اصبع منا، يعني تكشكش في اعلى الكم تاعي. داكور، اذا هنا عندي لا ترانسفورماسيون، راح نشوفوا من لو ما عملنا حتى ترانسفورماسيون لي كوتي قاعد كيما هي. هذه القطعه المستقيمه اللي هي واحد فتحه اللي كانت المسافه تاعها ها هي، راح نشوفوا قيس المسافه تاعها قداه كانت. كانت المسافه تاعها 30 سنتيمتر، من واحد ولا واحد فتحه 30 سنتيمتر. راح نشوفوا المسافه الجديده اللي قداها احنا لقاها. احنا لقاها بريسك دوبل، اذا 60 سنتيمتر. هاي تحولت ذركا من واحد فتحة الى واحد فتحتين، واحد ثلاثة فتحات جديدة، ولت 60 سنتيمتر. هذه هي لامونش جديدة تاعي اللي راح تكون، وراح نحاول اني نقص لكم شكلها باش تشوفوها اوضح. وهذه تعتبر من اجمل الاكمام المستخدمة خاصة في الالبسة التركية، مستخدمة بكثرة في لي بيست في لي مونتو تاعهم في لي شوميزيي. هذه تعمل لكم منظر جميل جدا لاعلى لامونش تاعك. هذه قصيتها لكم باسكو شكلها شويه واعر، هذاك عليه قصيتها لكم باش تفهموها اكثر. داكور، او شكل لامونش كيف راح يكون. شوفوا لا تيت دو لا مانش كيفاه طوالت، كيفاه طلعت الفوق. ريغارد بيان البنات، ها هي لا تيت دو لا مانش الاولى، شوفوا كيفاه طلعناها الفوق. ليسباس هذا هو اللي بعد راح تديروه كشكشات 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 او نيفو دو لا تيت. كي تديروا الكشكشات هذه شوفوا كيف راح تولي لكم لا مانش، راح تتقلب بالداخل، كشكشات راح تكون لداخل ولا مانش راح يكون شكلها يعني تحفه ورائع. هذه النوع الرابع من الترانسفورماسيون سور لا مانش، هو الكم المزمم من اعلى بون اعلى، حطوا لها ستار اعلى الكم. التزميم يكون كات دوا من معناتها 8 سنتيمتر، 8 من التزميم. هذه القيمه تاع 60 سنتيمتر تخيطي نورمال، وبعد القيمه اللي بقات كلها راح تعملها كشكشات في لو بارتي هذا، باه تعطيك البومباج تاع لا مونش تاعك انها تتقلب تولي لك لداخل وتعطيك منظر رائع جدا. هذه نستعملها في البريت ابورتي في الخياطه الجاهزه ياسر ياسر، لانها تعتبر من لي مونش اللي خارجين على مود دركا. استعملها في اي خدمه، ميم انا استعملتها حتى في الجبوب تاع القطيفه وجاو ما شاء الله. اذا قرينا لي مونش تاعنا اللي قريناهم، عندنا قلنا الكم المزمم من الاعلى من راس الكم، كم المزمم من راس من اعلى الراس الكم، عندنا الكم المزمم من الاعلى والاسفل، وعندنا الكم المزمم من الاعلى، عندنا الكم المزمم من الاسفل، وعندنا لو كورساج دو باز. بون ا بارتير دو كورساج دو باز هذا يا جماعه هذا هو المهم، باقي كل نقدر نخدمه، هذا هو المهم، هذا هو لازم يتحفظ. واي ترانسفورماسيون راح تكون على مونش هذايا، ما كاينش وحده راح تدير ترانسفورماسيون كيكا من راسها، ما توهيش يا جماعه. قلنا لا كوتور سي دو مات سورتو لا كوب، ما نهضروش على لو براتيك، نهضرو على التيوري. لو تيوري تاع لا كوب نظري تاع التفصيل هو سي دو مات. الوغ انت كي تعودي ما تعرفيش المات ما تعرفيش القاعده، راح تعرفي تحلي لي معادله من الدرجه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا العاشره ولا الالف، بطبيعه الحال لا انت ما تعرفيش لا باس، الوغ ما تعرفيش ما تعرفيش كيفاش دير ترانسفورماسيون. انا قاعده نشوف واحد الخياطات تهز لك قطعه تاع قماش كيما هكا وتبدا توهي وحدها
وترسم دويرة وتبدا سيبا. لا يا حبيبتي انا اوني اون 2020 انا نقرو في لاكوب مودرن يا جماعه، نقرو على لاكوب مودرن، نتبعو في لاكوب كيفاه تمشي دركا بلا ميزور وبلا ترانسفورماسيون. هاي كي مش كتوهي بركا سيبا، انا كيما قلت لك المره فاتت وحده باش ترسم لكم الحاله زوني حكمه المقص داخله من هنا ودور دور دور دور، بعد جتها وحده اكبر من وحده دخلت المقص بدات تنقص نقص. لا حبيبتي ما عنديش وقت انا باش ندور ونقص، جي با لو طون يعني. يا ربي يا ربي نلقى ساعة نرقد فيها حتى نهز المقص ونبقى ندور كل كي جو سي با كي مجنونة ونقص. لا حبيبتي تعلمي قاعدة صحيحة اخدمي بها، طلعي خدمتك من المرة الأولى صحيحة، ركبي خدمتك روحي لي وشربي فنجان القهوة وادعي لينا بالخير. داكار ألوغ الدرس تاعنا اليوم انترام إن شاء الله اللي هو تكملة لدرس أنواع الأكمام تاعنا، ترانسفورماسيون سيغ لا مونش دو باز ولا لو ديفيرون تيب دو لا مانش، انواع الاكمام تاعنا. لكن انواع الاكمام هذا من جبناها من التحويلات على الكم الاساسي. نتمنى انكم فهمتوا، نتمنى انكم ان شاء الله استفدتوا من الدروس تاعي. بنات اللايف تاعي راح يبقى في الجروب، مش راح نحيه، لكن كاين دروس ما تعقبش في الجروب داكا، كاين دروس اللي هي راح تكون عباره على برنامج خاص للدوره الخاصه تاعي. الدوره هذه راح تكون مدفوعه مش للناس كامل، غير للناس اللي راح تخلص اللي راح تدخل داكا. لكن اللايف تاعي هذا راح يكون للناس كامل يعني، وشي ادعوا لي بركة ان شاء الله بالتوفيق وادعوا البابا بالرحمه. لكن كاين ديكور سبيسيال ما نقدروش نحطوهم اون لايف، الوغ هنا راح يدخلوا في دورات. الدوره تاعي راح تكون مدتها شهر كيما قلت، نستعمل بسمانه ولا 10 ايام، لكن شوي كونت 8 و 10 ايام ما تتعلمي فيها والو، وشهر وما تتعلميش كلش. لكن انا راح ندير لو ماكسيموم، اني نعطيك لو ماكسيموم في الشهر هذا. لو بري تاعي انا هو نفس لو بري اللي قاعدين يحطوا فيه في شهر و سمانه، عفوا في شهر و 10 ايام. تقولك نقاريك دوره سمانه وتعطيني طون، ولا نقاريك 10 ايام وتعطيني طون، انا راح نقاريك شهر وتعطيني طون اللي قلت لك عليه في شهر و سمانه. داكوغ يعني ما كاينش ديفيرونس في لي بري، بالعكس ممكن تلقيني انا موافقاتك لاني راح نقاريك شهر وراح نعطيك في الشهر هذا ما شاء الله. داكوغ اللي حابه تسجل البنات تدخل عندي في الخاص اسم ولقب وتقولي استاذه باش نسجل، باش راح نبدا راح نحلوا لو كارني ونبدا نسجلوا اسم ولقب، وباش نعطيكم لو سي سي بي باش تخلصوا، باش نوريكم طريقه الدخول الى الجروب الجديد واش دير واش ما ديروش، ونبدا ان شاء الله في الاسبوع القادم مباشره. كي يتم الجروب هذا راح يتحل الجروب اخر ما كاينش مشكل، لكن ماذا بينا راح نبداو في الجروب الاول باش تتعودوا. نهايه الدوره عندكم ان ديبلوم راح تهزوه، وعندكم هديه مني انا مفاجاه راح نخليها لكم، مش هديه بارفان ولا صابونه ولا قندارة، نو راح نعطيكم هديه تعاونكم في الخدمه تاعكم ونكون انا اللي خدمه لكم. داكوغ يعني راح نعطيكم حوايج مهمه، ممكن تكون هديه ممكن تكون زوز مع بعضاهم مهمين جدا باش يعاونوكم في العمل تاعكم. ما بقى لي غير نقول لكم التحقوا بقناتي على اليوتيوب، قناه نانو عليا فاش تصميم الازياء، التحقوا بمجموعه العمل لتعليم الخياطه والتفصيل، التحقوا بصفحاتي على الفيسبوك نانو عليا فاش نانو بان تصميم الازياء، وعلى الانستغرام حبيباتي كنتم مع الاستاذه ومصممه الازياء نانو عليا من الجزائر. شكرا لكم على حسن المتابعه، اللي عندها اي سؤال او عندها اي استفسار تخليه لي في الكومنتير راح نحاول نجاوبها. شكرا لكم والى الملتقى القريب ان شاء الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، شكرا لكم على المتابعه، الى اللقاء.